فيك يا مسعود، من الواضح ملامحك تغيرت، لكن من مصادري أتجتني بعض العلوم، جتني بعض العلوم وهي اللي جابت السؤال هذا لحدي، فأسأل أو لا؟ أسأل. تأكد. تكبر. طيب. وشي والله قديم لكن. أبو سعود، أحياناً الغدر إذا جاك من شخص بعيد تقدر ترد عليه، ولكن حصلت النادر أقدر أسميها غدرة أو خيانة من شخص قريب لك أو صديق، حكني عن هذا الموضوع والتفاصيل اللي صارت فيه، وش اللي يعني إيش اللي جاء وراه، وش اللي تحملته؟ هذا طول عمرنا كان بيني وبين شخص شراكة في تجارة معينة، والحمد لله كسبت مبالغ مادية عالية جدا، رجل عارفه من زمان، ما هو من قريب، أقدر أقول لك إنها من ابتدائي. صداقة قديمة. إيه. ممتاز. صداقة هو أكثر من صداقة. مشيت الأيام ومشيت السنين، دخلت أنا وياه في تجارة معينة، إحدى التجارات، إحدى مجال التجارات. ثقتي فيه وثقته فيني، صرنا نتبادل المصالح. ممتاز. أغلب أموره عندي وباسمي، وأغلب أموري عندي وباسم عنده وباسمي وباسمه. الثقة عمياء اللي صارت بينكم. صحيح. فالثقة هذه ودتني الأمور، يعني تعرضت الأمور مادية، تعرضت الأمور أنا في غنى عنها، تعرضت التدهور، تعرضت لديون، تقدر تقول انها غدر فيه. طيب ليش وصلت الى مرحله انك تثق في شخص الى هذه المرحله، وايش الدرس اللي تعلمته من هذا الحدث؟ ما توقعت انه بغدر او يعني بيلعب على عقله الشيطان، لا نقول انها غدر، بنقول انها لعب على عقله الشيطان. صدقني اني كنت معه صافي النية، والموضوع والتجارة هذه اللي خلاني أوثق أنها أنا اللي جايب المشروع ذا، ونجحنا فيه وكسبنا فيه أمور كثيرة، وخليت أغلب الأشياء أو بنسبة 70% من مواضيع التجارة هذه عنده أو باسمه. تعرضت منها الأمور مادية، من ديون، من مشاكل مادية، تجاوزتها الحمد لله. بعدها فقدت طيب. الثقة في بعدها ما أقدر أثق حتى في نفسي. إذا جيت أوثق في نفسي لازم إني مثل ما قالوا أطبخها ألف مرة قبل أفعل حاجة. هذا اللي كنت أقصده، اللي هو هل تعلمت الدرس؟ درس، وكان درس قاسي جدا، لكن أنا أخاف الدرس هذا إنه يكون تأثيره سلبي، ترى فيه. والسؤال هذا بوجهه لك، من الشخص اللي أقدر أثق فيه، وإيش الصفات اللي بوجهة نظرك أنت تخليني أقدر أثق بهذا الشخص؟ ثق بالله سبحانه، ثم ثق بأهل بيتك، نصدقني إن أهل بيتك ما فيهم أحد بيضرك. أكيد. لا تثق بأحد، بس الإنسان يحتاج. يحتاج، بس اللي مثلي أنا تحتاج أن تثق في شخص. اللي مثلي أنا قد أنقرص، أنا وجهة نظري إني ما عاد أثق في أحد، لأن الشخص هذا كنت أثق فيه أكثر من إخواني، وأكل وياه عيش وملح، وخوة ما يقارب 15 أو 14 سنة. والله بدل ما كنت في ذاك الوقت إني أملك مبالغ مادية الحمد لله عالية، من أفخم السيارات اللي كنت راكبها، رجعت إلى سيارات أجار. الله يعوض عليك. رجعت إلى، بس الحمد لله استعزيت من بعدها. أنا من الأشخاص اللي أبشرك أطيح بس ما أنكسر، أرجع أقوم. طيب بصراحة إنك
يعني جاوبت السؤال بالشكل اللي توقعته أكبر، وما أقدر إلا أني أعطيك أخضر، وتستاهل بصراحة بكل جدارة. أعطوها أخضر يا جماعة، استاهل الطيب. الله يطول عمرك. والله أني أشوف إلى الآن ما شاء الله أنك مسارك كويس. هل تشوف أنك